بين قصيدة وأخرى ومن حقل أدبي إلى آخر تنقلنا إزان بوغاراس إلى نفائس لغة الضاد وبين هذا وذاك نحاول صبر أغوار شخصيتها التي هدانا إليها شهادة من الاتحاد الدولي للغة العربية مؤخرا معترفا بها عضوا به ناسكة في محراب سيدة اللغات. بل طبعا العضوية مشاركة العضوية في الاتحاد الدولي اللغة العربية كان طبعا نتاج لمجهود كبير. طبعا تخلل هذا المجهود مجموعة من الأنشطة الثقافية والأنشطة طبعا أيضا التربوية. حصولي على عضوية المشاركة بالاتحاد الدولي للغة العربية طبعا لم يأتي من فراغ، إنما جاء عن جهد كبير وطبعا مسار حافل بمجموعة من الأنشطة، مجموعة من المشاركات الفعاليات وأيضا للوطنية وللدولية وأيضا مجموعة من الالتزامات والانشغالات محليا، ثم أيضا مسار التكوين الذاتي عبر طبعا المسار الدراسي من خلال طبعا الحصول على دكتوراه في اللغة العربية، ثم أيضا مشاركتي في مجموعة من الندوات الثقافية. ليست اللغة العربية وحدها النافذة الوحيدة لإزانة، بل اختارت مبكرا الإطلالة من نافذة العمل الجمعوي لدوافع شخصية قوية ولتشربها بفكرة الفعل التطوعي الإنساني الذي لا ينتظر مقابلا حسب قولها. وغير للإشارة أن العمل الجمعوي وله دوافع قوية، أولا شخصية لأنه طفولتي يعني الحمد لله تشربت مجموعة من الأفكار ومجموعة من القناعات بما فيها فعل إنساني لا ينتظر مقابلا، فكانت هذه الفكرة الأولى اللي عندي في بدايتي يعني دخولي للعمل الجمعوي. العمل الجمعوي كان يعني مجال لكي يعني أقدم فيه مجموعة من الأنشطة التي تبرز نمط تفكيري حول الحياة، معناه أنه طبعا بجانب مجموعة من النساء ارتئينا أن نؤسس جمعية منتدى النسوي للتأهيل المجتمعي سنة 2003. يا إزانة الطموحة شهرزاد تنثر بعقدها على الصحراء، النبض الذي لا يتوقف، حاضرة في الفضاء التربوي والثقافي والأكاديمي. هكذا يمكن تلخيص سيرة إزانة والتي تطمح إلى تمكين النساء من المقام اللائق بهن عبر تفعيل بنود دستور المملكة.